إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان بين ما اتيان الجميع إلى رضا الله باش لا نعود منطقيين في التعاطي مع معطيات الأحداث مع بعض السفهاء اللي تسفهوا كاع قبالة. أصلا هو السفيه صراحة هو شباله كاع يترك بلا جواب والله. لذلك نتمنى من الجميع أنه يدخل لهذا اللايف وأنه يشير يعني الأصدقاء الثانيين باش يدخلوا لهذا اللايف بعد لحظات إن شاء الله اللي نبدأ المحتوى الحقيقي لهذا البث. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردا على الكلاب الضالة على كلاب العياشة، وما بين سفيه وسفيه وجب الرد على السفيهين، وما بين عياش وعياش هنالك عابد حشاش، وما بين كلب وكلب هنالك عظم وعظم. الأول يستحق الشكر المذموم لأنه أدى الرسالة وهتك الأمانة، والباقي لا يحتاج الضمانة. أولا يا أبو رأس مربع شكرا لا محمودا، شكرا مذموما مقدوحا لإشارك لقضيتنا العادلة عندما تدعي بسفاهتك وتدعو أسيادك إلى عدم قبولنا داخل المغرب. قسمنا ونتمنى أن يستجيب لك المولى عز وجل، لا مولاكم السادس سقط وذل. ثانيا، نحن لم يكتب لنا التاريخ ولا مهزلة التفوسيخ ولا مرجلة التدويخ أن كنا مغاربة، فنحن ثوار أحرار سطرنا على مر الزمان أننا لا نرضى ولا نرضخ إلا للكرامة والحرية. الحرية هي بالنسبة للعياش كلمة تقليدية أسسها عاش الطاغية، وبالنسبة لنا هي قضية على العدالة مبنية نبنيها بسواعد صحراوية. واسمع مزيان، ايدي في ايدك للحرية، صحراوي صحراوية، وركز مولي على الحرية يا العياش رقم واحد. لذلك تمناو هاي الكلمة تبجغ مرارة العياشي. نعاودها وأكررها جيدا باش مولي الجميع يسمعها. وما بين سفيه وسفيه وجب الرد على السفيهين، وما بين عياش وعياش هنالك كلب عابد حشاش، وما بين كلب وكلب هنالك عظم وعظم. الأول يستحق الشكر المذموم لأنه أدى الرسالة وهتك الأمانة، والباقي لا يحتاج الضمانة. أولا يا أبو راس مربع شكرا لا محمودا، شكرا مذموما مقدوحا لإشارك لقضيتنا العادلة عندما تدعي بسفاهتك وتدعو أسيادك إلى عدم قبولنا داخل المغرب، فنتمنى أن يستجيب لك المولى عز وجل، لا مولاكم السادس سقط وذل. ثانيا، نحن لم يكتب لنا التاريخ ولا مهزلة التفوسيخ ولا مرجلة التدويخ أن كنا مغاربة، فنحن الثوار الأحرار سطرنا على مر الزمن أننا لا نرضى ولا نرضخ إلا للكرامة والحرية. ودير تحت الحرية 200,000 سطر يا العياشي براس مربع. الحرية هي بالنسبة للعياش كلمة تقليدية أسسها عاش الطاغية، وبالنسبة لنا قضية على العدالة مبنية نبنيها بسواعد صحراوية. واسمع مزيان، صحراوية ايدي في ايدك للحرية، قلناها مرارا وتكرارا داخل المناطق المحتلة، وركز على الحرية مزيان الله يطول لي عمرك. نتمنى انك كيف قال ردها علي ان استطعت. اما الكلب الثاني اللي هو باغي يبني على القبلية والمتشرية وباغي يدير انها يعني طائفية وعشائرية ويدور يبني عليها يعني تفتيت ويدور أصلا والله العظيم اللي نعرفه على أنها جاية من الأجهزة وفيها ريحة بطائق التنمية البشرية. هون ردا على كلب القبلية، أما بالنسبة لكلب القبلية وفي محاولة نبش المتشرية، نحن شعب نبذ الطائفية وترك لك بطائق التنمية، فأنت عاشق للعبودية تفضل أن تكون عبدا للعلوية، راكعا خاشعا للملكية، مجندا داعما للأهلية،
فنحن شعب حارب العشائرية وآمن بعدالة القضية. يا كلب الحرية الحرية، هذا راه يرد على واحد الناس. وتحية للجميع. بالنسبة راني بارطاجي البث الثاني تفصيلي 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 باش نخوض في غمار هاي القضايا. هذا الشيء بغض النظر عن المعتصم ومشاكل المعتصم ومؤيراته، لأننا اليوم نحن عندنا حرب هنا، رأي حرب وجود وحرب ذات وحرب يعني حرب تقدير، حرب كفاءات، حرب يعني أنك تفرض وجودك كيعني طالب لجوء سياسي، ما أنك طالب لجوء ديني، ما أنك طالب لجوء وللأمانة نعرف يعني صاحب القبلية ولا إلى غير ذلك، نعرف أنه يعني دار الإلحاد وما إلى غير ذلك، معلومة أكيدة. بالنسبة لهذه المسائل اللي نحاول بإذن الله، وحكم أنني تجربتي الخاصة والفريدة من نوعها، اللي نحاول بإذن الله أن لين بارطاجي معاكم البث. والله إلا مرحبا سالك مصطفى. بالنسبة لي نحاول أنني بارطاجي معكم بث إلا مسألة مهمة هون. أولا والله العظيم المعتصم يلي فيه جميع أصناف، فيه حميد الغزلان، فيه آسى، فيه قليبين، فيه الطنطان، فيه العيون، فيه الداخلة، فيه بوجدور. صور معي والله العظيم يا هذو الشباب اللي متقانين هون، يا ما عندهم ريحة واحدة القبلية، ويا ما عندهم ريحة واحدة للمتشارية ولا العشائرية ولا الطائفية. وقعت لي أنا مشكلة، ياك أنا الجميع جبرتو بدون يعني الوازع القبلي والوازع المتشاري، جبرت رجالة واقفة على خيطها هون. السلام عليكم، يا نعيش عيشة فل، يا نموت احنا الكل. لذلك هنا خالق أفكار يحاول أنه يعني تمرر من خلال أجندة ومن خلال أجهزة، تمرر بواحد الطريقة اللي هي رويخية وطريقة ركيكة وطريقة فيسدة. قال الحمد لله جايين من واحد المجتمع شبعنا 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 كزيناها من ذاك النوع ونعرفوه. هالشي اللي بغيت تمارسوا مارسوا على حد مثلا ما قط عرف ذاك البيئة، ما قط عرف ذاك المجتمع، ما قط عاش فيه. أما نحنا نعرفوه ونعرفوش فيه، ونعرفوا اللي ليه واللي عليه، كيف قولوا هما كيف قولوا أهل التل، اللي ليه واللي عليه يا حليلي. يعني حتى المصطلحات اللي هي مزغرتها نعرفوها، حتى 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 مولاي تحياتي. المهم اللي ندور نلحق لكم اني من هون شوي باذن الله اللي ندير لايف ان شاء الله في واحده من الشبكات الالكترونيه اللي تم تزكيتي فيها. هذا اللايف اللي نحاول ندخل لكم في تفاصيل وفي غمار هذا الشيء. راني قلت لكم مرارا وتكرارا، وكيف نقولها لاصدقائي وصديقاتي والجموع يعني الشعب الصحراوي المتضامن، اننا عندنا ملفات، رانا لمزنا ما قعدنا، رانا هون مازالت عندنا معركه، معركه مع الطبيعه، معركه مع المناخ، معركه وجود، معركه قضيه، معركه عداله، معركه حقوق، معركه وطن، معركه ارض. لا نسالوا من هذا المعتصم باذن الله، ونسالوا باذن الله منتصرين. اراضي الساعه لين تايكو الدواصه وكلها لين قعدوا معاه ونقول له تعال نتحاسبوا. لانه علاه كيف قلنا ومرارا وتكرارا، راهي مجموعه من النخب هنا لا هي تظهر، تكون ما باغي تظهر والله، لا هي تظهر غير باغي تظهر الصا، لانه كلها منين يظهر اللي يظهر عنده واحد الزاد. او والله العظيم النخب واساتذه اللي نقعد معاهم انا شخصيا نتصنت نسمع منهم ونستافد لا منهم، اللي قاده باذن الله على انها هذا كاع هذا الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع قاده على انها يعني وحدين اللي يدير لهم الحد واللي يتبطوا فيه مو شوي. لذلك نحييكم من هذا المنبر وارجعوا لبدايه الفيديو، اللي ما حضر لبدايته راهو فيها ردين على كلاب يعني ما ما ما, ما, ما طعنوا في شرفنا، طعنوا يعني حتى في في, في يعني في مسائلنا اللي هي شخصيه، دخلوا في خروج وفي اللوج. شنو نقول لكم؟ دخلوا في تفاصيل اللي هي للاسف والله العظيم اللي قادين نقعدوا ربع ساعة وكلها نحطوه منين ونوزنوه ونقولوا له انت بالله تقع. وثانيا عارفين وواحد قعدت كانت تناقش معانا في الخاص داخل القبلية قلت له منين التمس انت هذه القبلية، خلي في تفاصيل. شنو هي التفاصيل؟ خلي في التنمية البشرية ومعارك التنمية البشرية والكارطية هذاك الشيء، ولا عليه الزمن كاين مسألة واحدة كيف يقول المثل العربي، أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. من الأخر أفضل 2000% ميسة كمبس ديال الصحراويين، ميسة كمبس
ميسا كمبس في الواط والدودة، يعني أسامي كنا نسمعوها لا نعرف، يعني كنا نسمعوها بمصطلحات يعني أو نكات أو ما إلى غير ذلك. أفضل يعني أنني نعطيه الشرعية ولا نعطيها الواحد لا علاقة له لا بالصحراء لا من قريب ولا من بعيد. لذلك من هذا المنبر راني من هون شوي ان شاء الله راني نبارطاجي معكم رابط الصفحه اللي نبث فيها البث المباشر، نتحدث بالتفصيل الممل وبشكل اطول ومطول عن هون النوع من القضايا، لانه لا الجميع فيكم اللي يعود التامس هذا النوع هذيك ما عليك تعدل لا منشور تجبر واحد من هاو اصحاب الاجندات والاجهزه والمخزن والغير قاعد يعلق لك صحراء مغربيه واو يا ود دي بالله رانا قاعدوا نطرحوا ونشرح لك ونوضح لك انا بحالاش هذيك الصحراء اللي باغي تمغربها انت وبحالاش باغي تردها مغربيه. لذلك الجميع اللي حضر لنا مؤخرا يرجع للفيديو من اوله ويركز قباله على 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 كلاب العياشه وعلى الرد ويلحقها لهم من هذا المنبر، وتحيه للجميع.